وللحديث أكثر عن الصراع السياسي على المناصب بعد تصاعد الخلافات بين شركاء العملية السياسية على تكليف الزرفي برئاسة الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا ومرحبا بك أستاذ إياد. يا أهلا وسهلا بكم، الله يحفظك. إذا كان الصدر يدعم الزرفي ويقول إن الأحزاب الشيعية تدعمه، فلماذا إذن يقول تحالف الفتح إن الزرفي لن يتمكن من تمرير حكومته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير، تحياتي لك ولجميع مشاهدي القناة، مع دعائي لكم بدوام الصحة والعافية. حياك الله. هنا علينا أن نعلم أن هناك لا زال المشهد السياسي العراقي فيه كثير من التناقضات، فيه كثير من المواقف التي غير محسوبة، لا زال هناك صراعات ومناكفات سياسية بين جميع الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية. لا زلنا نرى ونسمع الكثير مما يشير إليه قادة الأحزاب والكتل، لا اتفاق مرشح معين، هم لا زالوا لحد الآن يبحثون عن صيغة لكيفية إدامة مصالحهم وإدامة منافعهم الذاتية، لا زال هناك إمعان في عدم الاستماع إلى صوت الشعب الثائر، إلى صوت الثوار في ساحة التحرير والساحات الوسطى في المحافظات الوسطى والجنوبية. لم أرى أحدا منهم في جميع المباحثات واللقاءات والاجتماعات التي تحدث بين قادتهم أو بين مسؤوليهم يتحدثون عن كيفية اختيار مسؤول ليكون أو لمن يحاول أن ينهض بواقع البلد. يبتعدون كثيرا عن حقيقة سماع الصوت العراقي، هم لا يتعاملون بالصيغة الحقيقية. نحن نرى أن هناك عاملا من الوقت يحاولون أن يستمرون فيه، وهو إطالة أمد هذه الأزمة السياسية بسبب عدم قدرتهم على التعامل منذ احتلال العراق ومنذ الغزو الأمريكي. لم يستطع هؤلاء المسؤولون أو لم تستطع العملية السياسية بما أتت من 6 حكومات أن تتعايش مع أي أزمة سياسية أو اقتصادية اجتماعية مر بها البلد، لأنهم نعم. أستاذ إياد، أنت أشرت إلى أن الكتل السياسية ما زالت تتهافت على المصالح الشخصية فقط ولا تسمع إلى رأي الشارع، لكن ماذا في عدنان الزرفي لا يلبي طموحات الكتل السياسية بحيث نجد هذا الرفض السياسي داخل البيت الشيعي نفسه؟ لا زال لحد الآن علينا أن نعلم، لا زال لحد الآن موضوع اختيار رئيس الوزراء في العراق أو أي أمر سياسي يتعلق بطبيعة الحياة السياسية العامة في العراق لا زال يخضع إلى عاملين رئيسين، هم العامل الإقليمي ممثلا بالنظام الإيراني ومصالحه وأدواته ووكلائه، وكذلك أيضا العامل الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية وصراعاتها ووجودها وتواجدها ضمن قواعدها العسكرية. أي هناك خلاف بين كل من هؤلاء، كل من واشنطن وكل من طهران على كيفية الاتفاق على مساحة من النفوذ داخل العراق، ولذلك هم دائما يحاولون أن يتدخلون في هذا الأمر. لكن الآن أرى أن النظام الإيراني شعر وتحسس أنه بعض الأدوات التي كان يمسك فيها وبعض الخيوط التي يسعى إلى التمسك وجعلها أكثر التصاقا به بدأت تبتعد عنه قليلا بسببين. السبب الأول الرئيسي هو الربط الشعبي الذي رآه من خلال 6 أشهر استمر به الصوت العراقي الثائر في ثورة تشرين المبارك برفض الوجود والهيمنة الإيرانية وبرفض هذه الأحزاب التي تتلقى الدعم والإسناد من قبل النظام الإيراني. نعم. ثالثا وهو العملية التي أدت إلى مقتل قاسم سليمان الذي كان يشرف إشرافا تاما على الملف العراقي السياسي ويشرف على تطبيق السياسة الخارجية التوسعية للنظام الإيراني ليس في بغداد كعاصمة عربية ولكن أيضا في العواصم العربية الأخرى حيث الوجود والإيراني المتنفس فيها. إذا هذه جميع العوامل تؤدي إلى وجود لا زال لحد الآن صراع، كما قلت هذا الصراع يتمثل في عدم الاتفاق على شخصية سياسية، ثم يحاولون أن إيجاد شخصية تكون هم يسموها نبتعد عن جدرية، أنا أقول هم يبتعدون عن إيجاد شخصية من الممكن أن تسعى إلى إنفاذ الكثير من ما يسعى إليه الشعب العراقي من طروحاته، وبالتالي يسعون أيضا إلى الحفاظ على مكامن وأهمية المنافع المادية وكذلك المقاليد السلطة في بغداد. تحالف الفتح لمح إلى أن هناك ضغوطات لتمرير الزرفي،
من يريد تمرير الزرفي والكتل السنية والكردية تمتنع عن حضور الجلسات لتوقف هذا التمرير. أنا قلت قبل قليل هم إشارة واضحة أنهم يتوقعون أن المرشح الجديد الذي قدم قبل أيام وهو تحديدا الزرفي يعني يحظى بدعم دولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يقولون أن هناك دعم وإسناد دولي لهذا الرجل. نعم، لكن من من الكتل الشيعية تحاول تمريره؟ هذا الذي يهمنا اليوم. الكتل لحد الآن لم تتفق، أنت لم يكن هناك اتفاقا مبدئيا. اللجنة السباعية التي شكلت قبل عملية التكليف الأخير، هذه اللجنة السباعية معروفة أنه شكلت بتوجيه ونصيحة إيرانية قدمها علي شمخاني أثناء زيارته الأخيرة لبغداد، بعد أن استشعر أن البيت الشيعي السياسي بدأ يفتقد إلى عملية التوافق بينه، وهناك أصبح هناك فرقاء سياسيين داخل هذا البيت، فعليه أن يسعى إلى توحيد الرأي، لأن توحيد هذا الرأي سيخدم المصالح ويخدم الوجود الإيراني في بغداد وفي العراق. ولكن طيب أستاذ إياد، يعني هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن تكليف الزرفي قسم ما يسمى بالبيت السياسي الشيعي؟ نعم، أنا سأتيك. ولذلك هنا ماذا حدث؟ حدث أن هناك لم تتفق هذه اللجنة السباعية رغم لقاءاتها واجتماعاتها، ولم تخرج برأي، ولم تخرج هي تتفق عليها، ولا تختار برأي واحد. نعم نعم. الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير الأستاذ إياد عناس، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، ونعتذر منك ومن السادة المشاهدين لرداءة الصوت من المصدر.